فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، فلسطين أيضا عربية والقدس عربية، ونحل رهاننا على أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، وأيضا لرهاننا على شعبنا وعلى المقاومة. يعني احنا بنقول بالنسبة لقصة الضم، احنا ضد العملية هذه شرعا ومأمورا، يعني هذه لن نعترف بها، لن نعترف بقصة الضم، ولا نعترف بسبقة القرن، ولا نعترف أصلا بإسرائيل. هذه يعني نستنكر وندين بشدة. من هذا المقام ومن هذا المكان أعول على إخوتنا في الفصائل الوطنية أن نتوحد حول فلسطين. ما يقول قم به إسرائيل نتنياهو وحول صفقة القرن. قوتنا في وحدتنا، ضم اللي بنواجهه قاعدين الاحتلال الإسرائيلي وبتهدد فيه القوات الإسرائيلية، ما صار ولا حيصير أبدا، وبإذن الله تعالى حنكون أقوى من اليهود، نمنع هذه العملية أنها تتم. بالنسبة لقضية فلسطين وقضية الضم، هذه طبعا بتشكل خطورة على كل فلسطين، وطبعا هذه خطورة بدت بفلسطين وهتنقل بعد هيك للعالم كله. إذا ما وقفنا جنب بعض وإذا العالم العربي ما تحرك وما وقف جنب فلسطين، فهذا الإشي يوما ما حيكون عندهم. وهم أصلا اليهود ما تجرأوا على هذا الإشي إلا من خلافنا ومن انقسامنا وضعفنا، لأنه إحنا لما ننقسم نكون ضعاف. على القيادة الفلسطينية أيضا مزيد من التوحد، هذه المواقف لا تكفي، نأمل من القيادة الفلسطينية مزيد من التوحد ومزيد من رص الصفوف ومزيد من التلاحم ومزيد من القوة. بسأل القيادة الفلسطينية إنه تتحرك، ما تضل واقفة. إذا إحنا كفلسطينيين ما تحركنا، إذا إحنا ما وقفنا وحررنا أرضنا، إذا إحنا ما وقفنا في وجه الاحتلال، مين رح يقف؟ لأنه العالم العربي كله ساكت، لأنه العالم العربي مش محرك ساكن، لأنه إحنا لازم نتحرك، إحنا لازم نبدأ، إحنا لازم نبلش. نقول فلسطين هي فلسطين. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.